ايه الشياكه والحلاوه دي؟ وايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ جبت لك 4 كيلو بسبوسه كل كيلو لوحده عشان الخطه يعني. وعم لطفي هنا؟ ايوه هنا. خساره. طب ادخل ادخل باللي انت جايبه ده. يا بابا انا شبرو. عارفاك المجرم السوابق. خلص. انت لا مؤاخذه متجوزه؟ قصك فيه انت بقى؟ لاهلك انا متجوزه ولا لا يا ضعر الحله انت؟ اصل انا لا مؤاخذه متجوز وعاوزه اكمل نص ديني. الله يحرق ناسك، جبر يلمك. طب روح اتصبح وانضف الاول قبل ما تبصبص. ايه الباكابورت اللي طفح علينا ده؟ باكابورت ده يبقى عيلتك يا رد السجون يا جزمه. عارف لو ما رحتش من هنا دلوقت والله هقطعك بالسكينه دي. في يا بنت بتتخانقي مع مين؟ كش صالح مرت خالي، دول ما بيجوش غير بالجزمه. في ايه يا ابني؟ خير؟ ارضيك يا حاجه نبقى واكلين عيش وملح في البيت ده ونتهزع على بابه كده. انت اللي هزقت نفسك بمياستك ومرجعتك يا بابا. احنا جايين نسال على زيزو يا حاجه، ودي كل الحكايه. قول يا ابني عايز ايه وخلصنا، عايزين نقفل بابنا علينا. طيب بقول لك يا حاجه، لما يجي زيزو قولي له ان المعلم شرشابي والمعلم انديل بيدوروا عليه وعايزينه حالا. حاضر حاضر يا ابني. خلاص سمعنا، قطرة ما يدعكك يا بنت. بالراحة. طب والسمك بيشمه زي القطط، الرز بيشمه كمان؟ هو انت كل حد يجي يخبط علينا تعملي الهليلة دي؟ انت ناسية ان الفلوس جوا يا مرت خالي. ما تصحي اصحي. اه صحيح، مين دي اللي تصحى يا بنت الهبلة؟ هو ده موقفي يا عم الحاج من ارض الله. فانا يسعدني ويشرفني ان اطلب ايد بنتك واحطها في عينيا. والله يا عزيز يا ابني طلب ده بالنسبه لي يعني مش مفاجاه. طب الحمد لله. بس انا ولبنى يعني متعودين نتكلم مع بعض بمنتهى الصراحه حتى في الحاجات الخاصه دي. يعني حكيت لك؟ حكيت لي بس ما ينفعش. يعني ايه ما ينفعش يا بابا؟ بص يا عبد العزيز، أنا أكبر منكم في السن وشفت وقريت وتعلمت حاجات كتير قوي في الدنيا دي. في حاجات يا عبد العزيز لازم الأول الواحد يشوفها ويتعلم منها وبعدين يفكر. حاجات زي إيه يا عم لطفي؟ أقول لك يعني مثلا ولادكم هيقولوا لك ماما بتشتغل دكتورة، أنت بتشتغل إيه؟ صحابكم ومعارفكم وجيرانكم لما يجتمعوا في قعدة ولا مناسبة كل واحد هيقعد يتكلم في شغله هو حقق ايه وعمل ايه. انت ساعتها هتحس بالاحراج، هتحس ان كان جواك جرح مش قادر تتمسه بايدك. يا واد اصبر شويه بالراحه، ابوك هيشوفنا ويقعد يسال فينا 30 سؤال. والله اقدرك يا بنت، انت اقعدي ساكته، انا حرانه ومرتبك على فكره مش عارف اعمل ايه. ايه مرتبك دي؟ ما تفرد لي نفسك وتعمل لي فيها راجل. يلا بينا. لا تفلح يا عاصم بشروط اختك القرشانة. بنت القرشانة دي بس تصدقني اهي لو فلحت ولا فلحت الموضوع. بتقول حاجة يا حاج؟ بتقول ايه انت كمان؟ انت مالك؟ الله بهب اللسعة، اتجننت يا عطية ولا حاجة. انت عايز حتى الشافع انت كمان؟ لا يا حاج لا، شرطة تاخدكم انت وكل صبيان. حقك على الله. حاضر يلا. يا حاج. بس انا يا عم لطفي مش هفضل زي ما انا كده محلك سر. أنا بدأت أتاجر وأكسب وإن شاء الله بكرة تبقى فخور بيا. بكرة أمي وإخواتي وأهلي ولبنى والدنيا دي كلها تشاور عليا. أنا ما جيتلكش إلا مسكت قرش وقرش محترم كمان. أقدر أفتح بيت وأتجوز وأجيب شبكة وأعمل أحسن فرح. أيوة بس مش بنتي. لأن الفرق بينك وبين بنتي مش فلوسه بس. يبقى قصدك التعليم. يا عبد العزيز التعليم مش مجرد شهادة ووظيفة، لأ. التعليم ثقافة، فهم، قراية. أنت فاهمني؟ يعني أنت لازم تشوف الدنيا بشكل تاني خالص. فهمتك يا عم لطفي.
استنى يا زيزو، ولو انا قلت لك ان كل الكلام ده مش فارق معايا هقول لك اللي انت شايفاه صح. اعمل ايه؟ خلاص يا عم لطفي، حضرتك اديتني درس عمري ما هنساه. فجأة وحشة ولا ايه؟ ازيك يا عاصم؟ عروسة حبيبة قلبي، لو هتسيبي عاصم برا فأنا هدخل. ازيك يا عم لطفي؟ أنا يا عاصم يا ابني، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. ايه اللي جاب الكهربائي هنا يا عم لطفي؟ حاجة بايظة ولا ايه؟ طيب استأذن أنا يا عم لطفي. أحسن برضه عشان نعرف نتكلم. خليني مستحمل رزالتك كده لما أشوف هي آخرتها. بتقول الكلام ده لمين؟ اروح امك بقوله ليك ولاهلك كل اتشدد لك كمان. انت بتعمل كده مع مين يا دي عبد الكريم؟ بس يا رجعت اطلع بره. انا هفرج عليك شارع ابو حديث كله. اطلع يا اطلع يا ايوه انا هفرج عليك الشارع كله. انزل يا بيتخانق في شارع عبد العزيز مع ظابط والناس ملمومين عليه وهيقطعوه. مش جان اسعاف يا جدعان، اسعاف يا جدعان. اشجان رد عليا يا اشجان. معلش يا اشجان يا اختي، ان شاء الله هتمي بالسلامة. زيزو انا عايزك تنزل الاستقبال تشوف دراعك ده لا يكون اتكسر ولا حاجة. اشجان اتضربت بالنار بدالة يا لبنى، المفروض انا اكون مكانها دلوقتي. بعد الشر عليك، ما تنزل صحيح تبص على الدكتور ويشوفك مالك. سيبوني في حالي بقى. سلامتك سلامتك يا ضنايا، شرشاب يعمل حاجه الوضع ده مننا. ما تجننينيش يا كريم، ايه نعي روح معانا المستشفى عشان نطمن عليه. يا بابا كويس ومش محتاج مستشفى. الله، ده ابن السكينه سرقان. انا كل اللي عايزكم تعملوه تجيبوا لي الواد الكلب ده هنا وخلص عليه. طب بالله يا عاصم نروح مستشفى الاول نطمن عليه. ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا برا. يا ابني يا ابني بس نروح نعمل شويه اشعات ونعرف ان مفيش نزيف ولا حاجه. يا بابا انا كل اللي عايزكم تعملوا ده يا عاصم باشا، هم عايزين يطمنوا على حضرتك وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. يلا يا ابن هنا. يلا يا اخويا انزل استناني تحت. حاضر يا معلم. لما تيجي تبص. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. عشان خاطر امك حبيبتك والنبي تروح المستشفى يا عم. النبي يا شابي. ها هذا كلمتين. شايف نشوفيه الدماغ يا ديل؟ بطل دوشه بقى واسمعني. قول اهم حاجه ناخد الواد نوديه المستشفى، ممكن الواد يطلع عنده كسر، يطلع عنده نزيف داخلي. هم عملوا له محضر في المستشفى هنقول ايه؟ مالكش دعوه. ليه حل؟ حل ايه بس؟ الله، احنا هنحل ايه ولا ايه؟ الواد زيزو معاه الطبنجه بتاعتي، قربته الرصاصه في جسمه، هتحل ايه ولا ايه؟ هيعمل لنا محضر ويبهدلنا. يا سيدي واحده واحده، الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباقي. خلاص يلا. طب اقنعه بس الاول ننزل معاه. حاضر تعال. يا ابني استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى يا عاصم. ما انا قلت لا بقى، ما تسيبوني بقى يا ما في ايه. اهدى بالله، اهدى يا عاصم اهدى. بقول لك ايه،
انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص، لازم اروح مستشفى تبع الشرطه عشان يحصل تقرير حكومي. ما هو ده اللي مش عايزينه يحصل، عارف ليه؟ مش عايز اعرف يابا. الواد ده يجي هنا، ما انا قلت لك. الله يا ابني اهبط شويه بقى، ما يهمكش دلوقتي ايه اللي حصل وتجيب مين والواد الكلب ودوشه الدماغ دي. الواد ده الداخليه كلها هتتقلب عليه وهيجي من تحت قطيل ارض. يا ابني هتقول لهم ايه في الداخليه؟ ضربت واحده بمسدس مش مرخص عشان توديني في داهيه وتضيع مستقبلك؟ عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدل ما نخش في محاضر واللازم منه. ولما اروح بقى بربطه مكسوره ايه اللي هيحصل؟ يا سلام، عملت حادثه بالعربيه. عربيه خبطتك ومعرفتش تاخد نمرتها. ايوه يا عاصم، ايوه يا حبيبي. وبعدين الواد ده مش هيروح له قريبته اتضربت بالنار دي، مش هيروح يعمل في مستشفى حكومي محضر هو كمان؟ واد ايه بقى؟ واد ايه؟ الواد ده هتجيبه بعيد خلاص. يا ابني استهدى بالله واسمعني، تروح المستشفى عشان خاطر امك. يا ابني اسمع اللي بقولك عليه، افهمني. ضربت واحده بالنار بمسدس مش مرخ، شارع عبد العزيز كله اتفرج عليه، البوليس بح. بتصعبها علينا ليه؟ اهدى بالله يا شرشابي، كل حاجه ليها حل. حل ايه بس وبتاع ايه؟ دي كانت مدعكه يا جدعان وتذكر في كتب الشقاوه. ايه ده بقى يا سي زفت انت؟ هو خلينا نشوف مصالحنا. احنا ايه الحكايه بقى وايه السبب؟ عشان انا لغايه دلوقتي مانيش فاهم. بنت لطفي يا سيدي. ايه ده، الدكتوره هي السبب في ال معقوله؟ هي الدكتوره السبب في الحكايه؟ ايوه الدكتوره هي السبب في ال ده الواد مش ايه ده يا عم انت؟ هو نشوف التليفونات. الو، ايوه يا حاج. تمام يا حاج. لا طالع لك يا حاج على طول. سلام يا معلمي. قال لك شاف عيني معاك. يلا يا حضرات نطلع عشان خاطر باين عليه وافق انه يروح المستشفى. اتفضلوا اتفضل انت واحنا هناخد بالنا من المعرض. خد يلا يا اخويا. معرض ايه يا عم الحاج ده؟ محل اكل عيش. يلا معوره خلي بالك من المحل. اللي حصل يا طلال؟ اشمعنى طلال ايه؟ ما تخافيش يا ام، حصل خير. خير؟ خير هيجي منين بس؟ اخوك بيقول انها اتضربت بالنار. ده كلام تقوله يا ابني انت؟ ما هو اداره المستشفى هي اللي قالت لها كده. هي عملت العمليه ولا لسه؟ عملت العمليه. يا لهوي، هي حصلت عمليات كمان؟ اقول لاهلها ايه؟ وطي صوتك يا امه. طب خدوا خبر مش هيسكتوا. دي اتاخر بدالك يا زيزو. يا لهوي يا ابني، استر يا رب، استر يا رب. ودي كمان اداره المستشفى قالت لها؟ السلام عليكم. السلام عبد العزيز عبد الرحيم. ايوه بيه. انت اللي دخلت الحاله دي المستشفى؟ ايوه بيه. متهيألي كده اطمنت على الحاله، ممكن تيجي معانا نعمل المعمل. طيب التقرير الطبي وصل؟ بلغونا انه بينكتب ونازل حاله. اتفضل. ماشي ماشي. انا هنزل مع زيزو تحت يعني. معلش يا حاج، هدي نفسك ان شاء الله خير. ده حلو قوي. اتكل على الله يا حاج، ريحه شاته المحل شكله هيولع. الله يسهلك يابا. بتقول التلفزيون ده يا حاج؟ الله يسهل لك يابا. بعد الفيلم يابا، بعد الفيلم. ايه ده؟ فيلم ايه ده؟ قول حسابك يا جدعان. حساب مين يا واد؟ حساب مع المعلم بكرو. بكرو؟ اه نص. وحياه امك حاسبني. ليك حساب؟ ايوه يا عم. حسابك كام؟ 17 جنيه. عند المعلم عطيه. بقول لك بص، انا هقول لك حاجه واحده، مهما كنت كبير فالله اكبر. انت شفت الفيلم ده قبل كده جعوره؟ اصل ده الفيلم بتاع شيبوبو هفله اللي شفته زمان في الشاجعه عندنا يا ابن الابله. وبعدين معاكوا بقى ها؟ خلصونا بقى حضرات. جرام معطيه، انت كل ما تشوفنا تحسسنا ان احنا ولود الوزده السوداء. لا يا عم الحاج، ولا نحسسكم ولا غيره، ده محل اكل عيش. يا عم عارفين محل اكل عيش ولا قلت لك انه دولاب؟ طيب اتفضلوا بقى عشان خاطر الدنيا تمشي يا اخوانا. يلا بكرو. على فين يا اسطى؟ بقول لك عطيه سعيد. اتفضل اتفضل اتفضل. سعيد، ان انت كنت بتعمل ايه امبارح في ميدان العتبه؟ مداد ايه؟ مداد العتبة. ايه يعني بعمل ايه في مداد العتبة؟ يعني مش فاهم. بركب من هناك عشان مروح. اه بس لمؤاخذة يعني الموقف بتاع الاتوبيس بتاعك بعيد عن السنترال يعني. بعيد عن ايه؟ بعيد عن السنترال. اه بعيد عن السنترال، بس كنت بقضي مصلحة اخوانا. في ايه يعني؟ حلوة المصلحة دي عطية كده، يبقى في السليم المعوج وجراش الجراش ونو باركنج يا معلم. اتفضل يا معلم عطية، شوف شغلك. طب اتفضلوا يا حضرات والنبي تهونا. اعلي شويه والنبي. اعلي ايه يا عم الحاج؟ يا شبر وخد بكر والنبي. وانت يا عم الحاج ما تقوم، خلينا نشوف اكل عيش. ما سيبني احضر الفيلم عادي. خلاص يلا يا بكر. انا فاضي يا عم. نروح على قهوه مصر نضرب حجرين شيشه ونفهم الدنيا عايزه مننا ايه وحاجات كده يعني. حاجات كده يعني. بقول لك كده بكر، اقرش معايا كده.
متعرفش مين اللي بلغ عن مخزن المعلم انجيل؟ يابا عارف طبعا. ايه ده عارف ياض؟ انت فاكر ده عبيط ولا ايه؟ انت متفاجئني ياض؟ قول لي ياض مين؟ بس لو تعرف انت تقول لي هما بيعملوا ايه للبيد؟ اقول لك انا بيد بلغ على بيد. يلا يا ياض. يلا يا ياض يلا. بالراحة عليا يا عمنا. الليلة بتاعت مكوة البخار دي كانت بتلعب في 15,000. ايه اللي بدل الاوضاع يا سيدي؟ يا سيدي لو كبير عليك سيبني لما اعلق على حاجه على القد وبعدين اقول لك. والله من ناحيه كبيره يا كبيره يعني 75,000 مش معايا دلوقتي يا سيدي. ما تشوف شريكك يشيل معاك. ما انا بتكلم علي انا وشريكي. اقول لك حاجه، تدينا التلت لما ربك يرزق ونبيع. وحياه ولادي وولادك تخسرني لو قطعتها. فلوسك دي، فلوسك دي في شغل الاستثمار ولا في شغل النيلة الاستيراد ولا ليها لازمة، مجرد ملاليم. دبر نفسك أخويا، دبر نفسك. صعبان عليا تروح لحد غيرك ما تبقاش من نصيبك. قرشها حلو كويس سريع. قلت إيه؟ ما أنا مش قادر أقولك أصبر عليا لحد ما دبر نفسك. مفيش، أنا عارف البير وغطاه. يبقى خلاص بقى نتقابل في حاجة كده يكون فلوسها قريبة من دي شويتين. اصبر بس كده لحد ما دورها في دماغي. اسمع، أنت فاضل لك كام يوم وتستلمها؟ هستلمها كمان 4-5 أيام. وأنت عارف السوق، ما ينفعش إن أنا أدفع فلوس عشان تخزين وتشوين وتحميل وفي الآخر أبيعها مقطعة ولا أقطعها. بص أنا أقول لك على حاجة، أي حاجة هصرفها هتبقى زيادة في التكلفة. انت نفسك، انت نفسك مش هترضى تاخدها مني لما اغليها عليك عشان اغطي نفسي. ماشي يا عمنا، على قولك. نخليها بقى في حاجه قريبه عن كده. على خيرة الله، بس زي ما احنا دايما متفقين مع بعض. ولا كلمه ولا كاني سمعت حاجه. تمام، واخد بالك. السلام عليكم عمنا. الف سلامه يا حاج. الله يسلمك. يلا تبقى بقك وتقسم لغيرك. كبد عليك يا بنتي، ربنا يقوم بالسلامة يا رب. كل ساعة وتفوق إن شاء الله. اسمعني بقى كده منه، هو زيزو تأخر كده ليه؟ انت عارفة بقى المحضر وقبل الأقوال اللي ياخدوها من الحاجات دي بتاخد وقت. قولي لي لو بنعمل، ايه سبب الحركة؟ انا كل ما اسألك تقولي لي كلمتين وتسكتي. هقولك ايه بس، هو زيزو جاي يخطبني وعاصم اخته طبوا بقى وحصل اللي حصل. لبنى عايزينك تحت عشان ياخدوا اقوالك. هو زيزو خلص؟ اه خدوا اقواله هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضموا اقوالك للمعهد. طيب ماشي، انا مضطر انزل بقى مش هينفع ارجع عشان اتاخرت. طيب ماشي، مع السلامه. ايه يا ابني؟ عامله ايه دلوقتي؟ زي ما هي يا ابني. استر يا رب، استر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مش برضو اوضه بنت عمة زيزو؟ ايوه يا اخويا. هي فاتت ولا لسه؟ لسه يا اخويا، زي ما انت شايف. ما كانش ليها لزوم الهديه دي. لا ما تقوليش كده، ده اقل واجب الواحد يعمله. امال فين زيزو؟ بياخدوا اقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بيه. اتفضل. اتفضل يا جماعه سامحك اذنك. فلوس دي بتاعت ايه دي؟ ما تقوليش بس كده، عيب. ده اقل حاجه يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. السلام عليكم. اهلا بسيد المعلم. ابن حلال، لسه كنت نازل لك. بقول لك ايه؟ عايزين نتكلم في اي حته كده، نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البنت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه. يلا بس تعالى. ماشي، تعالى نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف، طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر مريحات يا انديل. انديل؟ ايه انديل دي؟ بلعب معاك في الحاره؟ اسمع يا عم انديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي، هستحملك للاخر. كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طولة البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت فيه كل حاجه. شايف ده؟ هسلمه للنيابه.
عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره، لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمه يا قنديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم ما ودي، واللي عازم انت عمتك هيجي لها لغايه عندها. ما انا قلت لك والغلبانه دمها بينزل على الاسفلت. ليا 10,000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه. شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطانه. انت اللي سايق الشيطانه على الصياعه يا عزيزو. رحت المخزن وخربته. لميت العده والكارتات ورحت بلغت عننا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا قنديل. بس اللي زيك دماغه ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات الا انت. يا ابني ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش. انا وانت والشرشابي وعطيه وشافعي وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الاول قلت لي ما انتش عايز الشرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي، ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحه، نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزه زي ابوه. لكن ورحمة ابويا ما هيحصل وهتشوف. حقي هاخده 10,000 جنيه وال15 بتوع ابويا. لا دي بقى مش فاهمه، ايه ال 15,000 بقى بتوع ابوك دول؟ البضاعه اللي اتسرقت ووصل الامانه وبكر وشبره، اهي دي بقى قضيه تانيه ومضمونه وعندي الدليل. بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا قنديل. يا ابني انت ماشي في سكه في ناس قبلك جربوها، سكه اللي يروح ما يرجعش. وماله؟ خلينا نجرب سكه اللي ما يرجعش على ايدك يا قنديل. يا فييس يا قوي ذاك القرف بتقفل لي كل شيء يا زيزو. ماشي ماشي قوي، وحياة أمي للبخك. الحمد لله على السلامة يا دكتورة. اتفضلي صدعيني انت وهي بس بسرعة عشان مش فاضية لكم. لا هو انت لسه ما تهديتيش بعد الفضايح اللي شافها شارع عبد العزيز كله. انت اخر واحدة تتكلم عن الفضايح يا زبالة، انت فاهمة ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، بالراحة على نفسك شوية. مش كفايه المصيبه اللي عملها اخوكي وهرب زي الاندال؟ ولحد دلوقتي احنا مش عايزين ناذيه. اللي عايزه تعمليه اعملي، روحي بقى بلغي، ارفعي قضيه، خدي اختك الزباله دي وانزلي بضحيه في الشارع، لكن تيجي هنا تفتحي بقك لا، انت فاهمه؟ يا جماعه كفايهكم فضايح، تعبتونا. طب والله العظيم ما هسيبه، ولازم اخرج بيته بره زي ما دمرني وهرب. اعملي اللي تعمليه، ماشي؟ يلا يا بابا، يلا دول ناس زباله. عاجبك كده يا وش المصايب جبت لنا كلام والتهذيب؟ هقول ايه؟ منك لله. اتفضلي اديني مسألة أهو كده. يا بنتي فهميني سبب الخناقة اللي بره دي ايه؟ عادي يا بابا ما يهمكش. أصلا دول ناس تخاف ما تختجيش، لو جم تاني بقى هزقهم واقفل الباب. الله. طب استني فهميني كنت بتعملي ايه في المستشفى؟ حصل ايه؟ بس أنا عايز أقولك إن أنا خلاص جبت قرار. إيه اللي أنتِ بتقوليه ده يا بت؟ أنا رحت المكتب اللي جاب له التأشيرة وجبت تليفون وعنوان الشركة اللي بيشتغل فيها بره، بس وديني ما أنا سايباه، يا إما بقى هيعمل اللي في دماغي يا هينزل مصر هنا، أفايق أمر عيش وهسجنه هنا كمان. يا بنتي مش بتقولي إنك حامل؟ يا إحسان أنا مش حامل، أنا كنت بس بقول لهم كده عشان أخوفهم، بس بيني وبينك لو حكمت إن شاء الله حتى أجيب لهم عيل بعد 9 شهور ابن حرام وأقول لهم ده ابنكم كمان. وإحنا بقى نقعد نستنى أنا وأبوكي 9 شهور في الفضايح اللي أنتِ عاملاها لنا دي؟ كاتب القرف. بس الحمد لله. يعني فقت من البنج؟ لا لسه، بس الدكاتره طمنونا عليها. المشكله بقى في المحضر اللي اتعمل وكان لازم اقول فيه كل اللي انا شفته. يوه ليه بس كده يا لبنى؟ هعمل ايه بس يعني يا بابا؟ ما الراجل سالني وكان لازم ارد عليه. اي نعم يعني كل اللي قلته ضد عاصم وابوه، بس بصراحه بقى يستاهلوا عشان حاسين ان ارواح الناس ملهاش قيمه. وبعدين يا لبنى؟ وبعدين في ايه؟ في العيشه اللي احنا عايشينها هنا في عبد العزيز، والبيت اللي انا ورثته من ابويا الله يرحمه، وعشت فيه طول عمري بشرفي وكرامتي. بقيت حاسس بالغربة في البيت والشارع. الناس بتبص لك كأني عامل عاملة ولازم اتدارى منها. معلش يا بابا مكتوب.
مكتوب يطلع لك ابن زي صالح مستهتر وواطي في كل تصرفاته. حتى ما فكرش يتصل بيك يقول لك شكرا على تذكره السفر والتاشيره اللي انت عملتهم. انا لا عايز يشكرني ولا حاجه خالص. انا عايز يجي يشوف حل لبنتي دي عشان نلحق نلم الفضيحه. انا عارفه هي بتفكر في ايه. تعمل ايه؟ تفكر تعرف فين مكان شغله وتكلمه هناك وتاذيه، يعني تفضل تزن عليه لحد ما يجي لها. بصراحه بقى يعني يا ريت تعمل كده عشان بقى يلم نفسه ويشوف حل في اللي هو عمله ده. حتى لو كان بريء زي ما بيقول يا لبنى، حتى لو كان بريء والبنت دي غلطت وعملت الحكايه دي مع حد غيره، ليه هو يجي يدخل؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا بقول ايه بس بصراحه بقى يعني هو يستاهل عشان هو مستهتر وسافل وواطي اساسا. معلش انا اسفه يا بابا، انا اسفه مش قصدي والله. طب اهدي اهدي بس، تعالي بقى نشوف لنا لقمه ناكلها لحسن. انا حاسس ان السكر عندي واطي وجسمي كله بترعش. سامحني، كل اللي حصل النهارده ده محتاجين نفكر فيه تاني بهدوء. انت كمان سامحيني انت وعبد العزيز، يعني على الطريقه اللي كلمتكوا بيها، لكن الراي نفسه بقى لسه زي ما هو. صح يا بنتي، انا زي اي اب بدور على مصلحه بنتي. لو ليك راي تاني نتناقش. ما بقاش فيها تفكير. شكل زيزو هو بيتخانق مع عاصم النهارده يا بابا، حسيت انه بقى واحد تاني خالص انا معرفوش. انا سبب طريقتي معاه في الكلام عصبته، عشان كده لما شاف عاصم قدام منه بيتعنطز عليه وما قدرش يمسك اعصابه. بقول لك ايه، ما تقومي بقى ندور على اي حاجه ناكلها وبعدين احكي لي حصل ايه في المستشفى. حلو. اديني سمعت كلامك اهو ورحت مستشفى وعليك. فين بقى انت ورجالتك اللي مالين الشارع دول؟ مش هتجيبوا لي الواد ده ولا ايه؟ خلاص بقى يا اخي، هجيبهولك وهيتضرب على دماغه، بس المهم ان احنا دلوقتي اطمنا عليك اشعه وكله تمام. يا ساتر يا رب على الافتراء يا رب. بقى بعد ما ضربتهم بالنار بتقول ان لسه ليك حق؟ اتكتم يا بنت وانزلي عند امك. يلا ايه يا ابو النوم؟ بس يا بنت سيبيها بصلنا لحد ولا بعد كده تخفى في داهيه. تصدق ان اخد خدمه الغز علقه بقى؟ بس تسيب اخوكي مرمي وتنط في عربيه الاسعاف معاهم. الحق عليا، مش هروح اشوف ايه اللي بيحصل واجي اقول لكم عشان تخلي بالكم من وقعتكم السودا دي؟ ما انت ما تجيش اخبار غزايه وشك. تعالى طب ابقى روح اسال ابوك بقى يا اخويا، هتطلعوا ازاي من الوقعه السودا اللي انتوا وقعتوا فيها دي؟ صدقني ده بيت، انا هجيب طبنجه واطخك انت والوليه دي وامك كمان. يلا يا كريم وصليه وصليه. ما عادش اشكال. اه قول لي. رحت له؟ ايوه يا سيدي. زي ما رحت زي ما جيت. يعني ايه؟ الواد كتب محضر بيتهمك انت وابنك ان انتوا كنتوا عايزين تقتلوه، وان الطلقه اللي خرجت من المسدس هو اللي كان مقصود بيها مش حد تاني. ملهاش حل بقى غير ان احنا نخرس لسنه كل الناس اللي شافت العركه دي. يا عم انت بتتكلم اي كلام؟ مش تتكلم بالعقل. يعني ايه؟ يعني اسيب ابني يروح مني؟ اعمل ايه؟ اسيبه يضيع مني؟ طب ما عرضتش عليه فلوس؟ سبت الام باكو واتكلمت معاه، هو دماغه الف سيف ان هو مش هيتنازل. ده انت كمان ما تعرفش عمل ايه؟ جايب المسدس وحطه في كيس وبقول اروح اديه النيابه. يبقى احنا لازم نخلص منه. اقول لك على حاجه؟ جو الواد هو اللي هيخلص لك الموضوع. عايز 15,000 باكو. 15,000 باكو؟ واضمن منين انه ما يرجعش تاني لعيب؟ طب ما احنا ممكن نشوف حد ياخد هو ال 15,000 باكو والموضوع يتدفع. تفتكر يا انديل مين اللي ممكن يعمل كده؟ اقول لك انا مين. مين؟ زيدان الدوري. يا نهار اسود، يعني البنت دي ضربت بالنار؟ لا يا باشا، دي كانت خناقه كده في الشارع يعني. امال احنا جايين لحضرتك ليه بقى؟ المجني عليها دي ظروفها ايه بقى؟ ده انت قصدي سعادتك يعني بنت ناس؟ دول غلابه قوي يا باشا، دي قريبه الواد اللي انت طلعته من الاسم ديك النهار. ابنك تحول على النيابه ولا لسه؟ لا يا باشا، نيابه ايه؟ لو نيابه كان راح فيها. نوعين في عرض حضرتك عشان كده.
انتوا مش بتقولوا ان هي قريبه الواد اللي غفير عندك ده يا نديل؟ ايوه. ما تعرضوه وتخليه يتنازل يا باشا. يا ريت، واحنا كنا جينا حاولنا معاه بيه ومش راضي. ما هو ما خبيش عليكم، لو الواد ده ما اتنازلش على المحضر هنخش في متاهات ملهاش اي لازمه خالص. يتنازل يا باشا بس حد يكلمه. انا يا سيدي هكلمه. هو فين دلوقتي؟ قاعد جنبها في المستشفى. طيب الاول نكلم المستشفى عشان ناخر المحضر ما يروحش النيابه لغايه لما اشوف الواد ده واتكلم معاه، ولو عايزين تنجزوا صحيح حد فيكم يروح يخطفه ويجيبه اتكلم معاه قبل ما امشي. والله يا باشا انا مستعد اروح اجيبه يا باشا. يلا. يا عم خنقتني بقى، ده سامع حجر حافت ولعه وانا سايبك من سكان كده. بنت لبتها يا معلم، بس انا مش عارف اعمل بيها ايه. بنت لبتها يبقى تاكلها على طول اصلا. يا بنت لبتها بس مش ليا انا. يبقى اقول له اكلها لغايه ما اجيبها. يا جدع اصبر بقى وخليني اقفش دماغي عشان اقول لك. طب اهو يا عم قول يا عم اهو. اسمع اسمع اهو يا جدع. اسكت اسكت، احنا قاعدين في قهوه. عطيه كان في السنترال ليلتها بيعمل ايه؟ سنترال؟ سنترال ايه بقى؟ بتتصل بالتليفون. حلو قوي. بيتصل بمين؟ هيكون بيتصل بمين يعني؟ بالتليفون. حلو قوي. التليفون التاني ده بتاع مين؟ يا عم انت اتسطلت ولا ايه؟ بقى التليفونات كلها بتاعت الحكومه. اموت في دماغك اللي بتنطق عسل. عسل ايه؟ انا مش حاسس باي نحله يعني. لانك راضع زباله. اسمع، عطيه هو اللي بلغ الحكومه عن انديل وزيزو يا معلم. عن انديل وزيزو يا معلم؟ مش وقته. بلغ عنهم ليه؟ عشان يتمسكوا. حلو قوي. يتمسكوا بايه دي بقى؟ نسال فيها فتيح. اموت في دماغك والشجره اللي طالعه منها ديت. يا عم ايه الكلام العجيب ده؟ طب ولما عطيه هو اللي بلغ عن الدين والشرشابي، امال ليه جابوك يقرروك عن اللي بلغ واللي خبط؟ طب ايه رايك يا بكر نروح للشرشابي ونقول له ان عطيه هو اللي بلغ؟ لا يا معلم. طب ايه رايك بقى نروح لقديل ربطه يكون الشرشابي هو اللي بعت عطيه يبلغ؟ كده كتير عليا، كده كتير عليا. انت وصلت لاختراع الجاموسه اللي بالكهرباء يا معلم. طب انا اخترعتها، تعرفش انت تحبلها او تعمل لنا كوبايه شاي باللبن؟ كده انت بدات تخبص وتخنقني وهروشك. حاسب الواد نصر وحصني. ولا يا نصر. ايه يا عم ايه؟ جالك يوم ايه؟ هحاسبك. وحياه امك. حسابنا كام؟ حسابنا 3 جنيه. ماشي. طب معاك فكة بريزة؟ فكة بريزة ايه يا عم؟ دي معزة قايمة ومعزة نايمة، انا معيش غير 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه. خلي 2 جنيه عشانك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. روح انت مواليد وانا حبيبتي معاك. ما تبقى تقلقي بس، ما تقلقيش، انا هنام هنا على الكرسي ده مكانك لحد الصبح. طيب اللي تشوفه. يلا يا وليد. وانتوا مروحين خدوا تاكسي واقفلوا الباب عليكم من جوه كويس. وانت يا وليد مفيش مذاكره بره النهارده. ما تقلقش، خلي بالك انت على نفسك. بقول لك يا زيزو، مش واجب برضه نبلغ اهلها في البلد؟ أنا قلبي واكلني وخايفة يحصل لها حاجة كده ولا كده. لا لا يابا، هيقولنا بقى وجايبين سلاح ويعملوا أطار والموضوع هيكبر. الموضوع كبير كده ولا كده يا ابني؟ ربنا يجيب العوا ويسلم منك. يلا يا وليد. خلي بالك من أمك. أنا متأكد إنك سمعاني عشان أنا بتكلم من قلبي. بتبقى جنب واحدة زيكم ما يحسش بيها يبقى حمار وغبي وقلبه ميت. سامحيني، أنت ما تستاهليش كل اللي حصل لك ده، وأنا السبب. الحمد لله على السلامة. بس
شاء الله تسلم يا سيد الناس. الدكتور قال مفيش اكل ولا شرب الا بعد ساعتين. الله يسامحك يا عبد العزيز، تحب على يدي عشان عارف اني مش عارفه اشدها منك. تحب على يدك وعلى راسك وعلى رجلك كمان. ربنا يعزك يا سيد الناس، هتحملني ذنب وعر قوي. الذنب ذنب يا جيجان، مش كل اللي حصل لك ده كان من تحت راسي وانا السبب فيه. حصل ايه بس؟ كانوا عايزين يضربوني بالنار وانت وقفت قدامي وفديتيني. فداك الف رجال عندنا في البلد، لما بنلاقيش لب بنكسكسوه بنكركشوا بطلقتين. الظاهر ان البنج ده عمل لك دماغ عاليه قوي. قل لي، هو العروسه اللي كنت رايح لها هي سبب العركه دي؟ العروسة دي مش نصيبي يا أشجان. تعرف الغيب يا والله العظيم من نصيبك يا عبد العزيز، بس اللي يصبر ايه؟ أشجان مالك يا أشجان؟ مالك كده يا زيزو؟ أبقى أجردكم وأعرف من بره كده، ما تقولش لمريم. يخرب بيتي، حد يخش على الناس كده هجمة؟ طب على الله بقى كده اهوت يا فتوة بقى، أكون خدت درس وشوف مين عايزك بره. ما تخلصي هتعملي فيها سوسن بدر، مين يعني مستني بره؟ لا مؤاخذة بس كده عشان معانا حريم. طب وانا غريب يعني ولا ايه؟ يا عم بقول لك خليك معايا هنا، معانا حريم. بقول لك طب بقول لك ايه؟ عايزك في مشوار مهم قوي. لا انا مش هتحرك من هنا. زيدان بالدوري عايزك في موضوع مهم جدا وهرجعك تاني بالعربية، يلا بينا. ومال يعني هو زيدان بالدوري هيعضني؟ انا نص ساعة وراجع. ها؟ روح روح ما تتأخرش، انا قاعدة معاه ساعتين. لا انت بالنسبة لك تروحي النهاردة اجازة. ما تتأخرش عليا يا زيزو. حارسك ربنا يا سيد الناس. قولي لي اشجان فوقي ليه هنا، كنت بتوددوا في ايه؟ ها؟ لا ابدا، كان بيطلب مني الجواز حبيبتي يا اشجان.